Let's enjoy this happy day. عيد مبارك. Come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah. Thank you for this day. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مشاهدينا في يوم العيد. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وربي يقبل منا ومنكم صالح الأعمال في رمضان الكريم. الحقيقة اعتبرنا أن هذه الجلسة تاع العيد هي تقدروا تقولوا الحلقة الأخيرة للبرنامج، في جلسة مع الأساتذة اللي حضروا معنا واللي حاوروا معنا في برنامج صانع الحضارة، الأستاذ والدكتور نوارة والدكتور سبتي والدكتور فول. فمرحبا بكم وعيدكم مبارك. ربي يحفظك ويسعدك. نبداو هو راح النقاش يكون عفوي يعني بدون تكلف. نبداو استاذ فول. استاذ خلينا صحة عليك، كل عام تب خير. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والامه الاسلاميه الجمعاء. استمرارا نربط ما بين العيد واستمرار البرنامج نتاعنا. هو كان التغذية الرجعية كانت ممتازة، لأنه الشباب تاعنا لأول مرة نتناول الموضوع للإنسان بشكل هذاك. حبيت نسألك سؤال قد يبدو نوعا ما شخصي. أستاذ، لما خيرت علم النفس وبديت تتخصص في علم النفس، كيفاش قدرت تتوازن بين خلينا نقول التوجه الديني نتاعك اللي فيه كثير من خلينا نقول قال الله قال رسول الله كذا وكثير من الآراء الفقهية هذيك، وبين الطرح العلمي الأكاديمي، خاصة وأنه نحن في مجتمع اليوم خلينا نقول كيجيوك للعيادة أو ممسوس أو كذا أو كذا، فلازم تكون أنت كأخصائي ساعة تكون مفروز لداخل. كيفاش قدرت تدير ذلك التوازن؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي في بداية الاختيار تاع الاختصاص، أنا كنت طلع للجامعة شفت أمر غريب جدا، لقيت أنا الوحيد اللي اخترت علم النفس، الآخرين كامل جابوهم معدلاتهم كل واحد جابوه، أنا رحت عن قناعة. لماذا؟ أنا الأصل كنت شاب متدين مضربي في المسجد، صليت بالناس التراويح، كنت نقرأ سنة 7 متوسط. بعد ذلك وصلت كانت عندي مطالعات عديدة في الجانب الشرعي، نقصد الجانب الديني خاصة رجال الصحوة هذاك الوقت. بعدها كي وصلت البكالوريا نختار نروح شريعة، باينة بلي نروح الشريعة التوجه نتاعي، لكن والشيخ راهو هنا معنا ما يقولش بلي أنا راني ضد ولا بعيد. كنت حاسس بلي كاين جمود في الأمور تاع الشريعة، بلي أنا راني حاب نفهم المجتمع ونفهم الإنسان. اختياري مع الأول كان علم الاجتماع، أنا باش نفهم الحركية تاع المجتمع لأنه علم الاجتماع مهم جدا. لكن بعدها قلت لا المجتمع بزاف صعب، المجتمع الجزائري باش تفهمه لا نفهم الإنسان، والمجتمع نخلي العلماء الاجتماع لأنه صعب، مجتمع عنده خصائص مبهرة صعب أنه تضبطه، لكن الإنسان الجزائري تقدر تفهمه. على ذلك اخترت علم النفس. كي رحت لعلم النفس بدأوا التحديات في البداية، لأنه غير الدخلة بدينا نسمو أساتذة ربي يهديهم ولي راهو عايش ربي يحفظه إن شاء الله ما يكونش مازال عنده نفس التوجه، بدأوا يقولون خلي الدين عند الباب، ما كله هنا ما تقوليش قال الله قال الرسول. بدات الصدمه الاولى، ما كناش نتوقع احنا ذاك الشيء، كنا نظنوا بلي العلم راح يامن بالحقائق اكثر من شيء اخر. لكن بعدها بدينا ندمجوا بالعقل، انا خاصه انا كان عقلي مفتوح لانه من صغري كانت عندي مطالعات، نطالع اي شيء. كيما كانت تقول لي ربي يرحمها تقول لي انت الجريده تقراها، انت اي حاجه توصل قدامك لازم تقراها، شيء مكتوب لازم نقراه. فبالتالي نظن بلي كان عقلي شويه مفتوح جيد. بصح لقيت تما الاخرين، الاصل يقولوا الانسان المتدين هو اللي عقله مغلق، انا لقيت لا العكس. كيما حكينا في حصه من الحصص قال عبد الوهاب المسيري ربي يرحمه قال باللي العلمانيه الشرقيه اشد فتكا من العلمانيه الغربيه، وهذا اللي لقيناه في الجامعه، لانه ما كانش يتقبل تماما انه تناقشوا بالعلم ولا بالدين ولا ما يقبلهاش، لكن الحمد لله كان عقلي يعني شغل بصيغه اخرى حاولت تلقى مسار ثالث ما بين أني نكون متدين مغلوق، نعم، وأني مخلي خلاص ندي أي حاجة يعطيها لي. نعم، لأنه أنا مثلا أذكر حديثة كما قلت أنا عفوية ونحكي بعفوية، اليوم نذكر حديثة واحد من الزملاء كنا في المطعم الجامعي ويحكي لي على فرايد، فرايد أنقذ البشرية، فرايد أنقذ البشرية، وبعد في لحظة من لحظات إحنا نأكله قلت له يا أخي بصح نسألك، فرايد جاء في 1900
قبلوا البشريه واش كانوا؟ كانوا كانوا يعانوا، كانوا ضايعين، كانوا ضايعين. صدقني بالله اخويا محمد واش دار؟ رمى هذاك البلاط على الاكل وراح زعفان، ما زادش كلمني حتى كملنا الدراسه غضبا لفريد. انت ادي عصبيه المقابله، لكن الحمد لله انا كان عقلي مفتوح، ما لقيت سهوله في الامر، معناتها اي حاجه نقبلها نقراها قابله للنقد من الجانب هذا ولا من الجانب هذا مشيت بعفويه الحمد لله. وكيفاش تعاملت استاذ مع الناس اللي خاصه في الميليو تاع وسط الاساتذه؟ لانه كاين ضغط، يضغطوا عليك بطريقه مباشره عن طريق النقد، ويضغطوا عليك ثاني عن طريق النقاط كون يحبوا. كيفاش تعاملت معهم؟ هذيك هذيك هذاك الامر يعود للانسان الطالب، هذاك الطالب انت كي تناقشوا هذاك الاستاذ هو عنده رصيد علمي، عنده ثقافه علميه حقيقيه، وبالتالي بالرغم انت عندك رصيدك الشرعي ولا الديني لازم تخاطبه بنفس اللغه نتاعو، انسان يكون ذكي. انا في هذه ما كنتش نلقى صراعات، حتى حكيت لك في الماجستير كان عندنا استاذ لا يؤمن بوجود الاله تماما، يقولنا سبب تخلف المجتمعات الاسلاميه هو ايمانهم بقوه خارجيه تمثل في الله، المجتمعات الغربية المتقدمة لأنه ما يأملوش بالله، الإنسان هو الله بحد ذاته. لكن أنا كي كنت ناقشه ولا مرة قلت له لا لا ولا لا لا، كنت ناقشه بالأمور العلمية اللي يقولها، ما تبحث على النقاط المشتركة بينك وبينه. نعم، خاطبه باللغة العلمية. والعجيب أنه في النهاية باش نديروا رسالة الماجستير كنا 10 طلبة، اختارني انا في وسطهم، قال لي نديرك انا نكون مشرف عليك، وجا خلص لي قهوه قال لي نكون مشرف عليك. معناتها هو ظن باللي انا عقلي وعقله متشابهين تماما، لانه الخطاب اللي كنت نخاطبه به في الجلسه كان نقاش علمي بحت، معناتها كنت نتجنب الامور الشخصيه ولا عبادتي الخاصه، معناتها كنت نخاطبه بلغه. ما في اغلب الاحيان تقدر تقول برنا نطيحوا في الفخ، انا نبحث على مواطن الصراع اكثر من نبحث على النقاط المشتركه. هذه اللي كنت انا نتجنبها، قلت لك احنا 10 في الماجستير ذاك الوقت، 10 فقط طلبه، انا الوحيد اللي اختارني باش قال لي الى نكون مشرف عليك، قلت له حاجه راهي في القلب بعدني قدر المستطاع. دوك توفى ربي يرحمه ويغفر له، ربي يرحمه ان شاء الله. نروحوا لاستاذنا العالم نتاعنا و... نعم نقولوها بملء الفهم ان شاء الله. الميكروفون شيخ باش هذاك صحه مفتوح قربوا هكذا شويه. صحه عيدك وكل عام وانت بخير. عيدكم مبارك، تقبل الله منكم وغفر الله لكم وكل عام وانتم بخير. ربي يبارك فيك يا شيخ. استاذ قلت لنا لما جلسنا الجلسه هذيك قلت لي انه التخصص تاعك اصول فقه. نعم. مش علاش درت علم المواقيت؟ لأن العبادة أو لأن الشرع أناط الكثير من العبادات وبعض المعاملات بالوقت، فصار الوقت شرطا لصحة العبادات واعتبار المعاملات، فلزم أن نضبط الوقت حتى تكون العبادة صحيحة وسليمة شرعا. يعني أستاذ أنا المرة الأولى يعني واسمحني أعذرني نقول صراحة الجلسات تاعنا الأولى كنت نعم عم بالي برك نقولها مخترع طورت في عدة آلات. لا أبدا، وهذا من تواضعك أستاذ. لا أبدا، مجرد وبعد الفيدباك اللي جاني من عند الناس كان هائل رائع. فحبيت سقسيك ثم أستاذ في تكوينك ما لقيتش مشكلة، خاصة نحن كي قعدنا نحسبه في الجب والتجب والرياضيات والتحويل في البداية لقيت مشكلة شوية من التحويل من حاجة من جانب أصول الفقه هو أمور فقهية ونصوص شرعية إلى رياضيات وكأنه علم هكذا أرقام بعيدة شوية. طيب أصلاً بكالوريا التي تحصلت عليها في العلوم علوم طبيعي يعني ابتداء يعني ثم اخترت شريعة عن قناعة وعن إصرار. جيد. فذهبت إلى مبرد الحق، إذا كان أستاذ الفاضل أستاذ اختار علم النفس أو قبل ذلك اختار يعني علم الاجتماع حبي في المجتمع أو علم النفس، فأنا اخترت أني أفهم الخطاب الذي موجه للإنسان والخطاب الذي يوجه إلى المجتمع. فإذا فهمنا الخطاب وفي ضمن الخطاب يعني حدثنا عن تركيبة النفسية للإنسان وحدثنا عن التركيبة الاجتماعية للإنسان، نختصر فهم الإنسان وفهم المجتمع من خلال الوحي،
وكأن إنسان كما قال الشاعر أبو العتهية قال إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينفع فيهم التأديب. إنسان يعيش 60 سنة في غير الإسلام بعد 60 سنة 70 سنة يعرف بأن الصداقة حاجة يعني مليحة، يفهم يفهم أشياء كثيرة ربه الزمان. الإسلام ديننا منذ الأعوام الأولى للإنسان يكون بيمينه ينقي روحه يحترم والده، وكأن الإسلام اختصر لنا أشياء كثيرة لم يتركها للزمن يعلمنا يعني. فابتداء أن الإنسان في اختيار الزوجين وفي اختيار اسم للمولود وفي العقيقة وفي أحكام المولود وثم في تربية الطفل في الفترة الأولى تبدأ تنشئة الشخصية للإنسان الإنسان عامة. وبالتالي إذا لجأنا إلى المصدر فسوف نكسب وقتا طويلا، لا ننتظر الزمن يعلمنا أنه الصحبة ولا الدنيا هذه تغرق وهذه الصحبة صاحب ساحب ويعني أشياء اللي تعلمها الناس كما يقولوا صحاب المجربين في الحياة. يقول لك سمع شيخ يقولوا المصدر سمع لازم لك في داخلك تسلم أنه المصدر هذاك مصدر اللي هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أو هو أحسن حاجة في هذا الكون لأنها صحيحة حتى وإن لم تفهم تلك الحكمة. هكذا قصد بطبيعة الحال إحنا سبحانه في القرآن يقول ألا له الخلق والأمر، معناه الذي خلق أعطاك شرائع. الإنسان الآن الإنسان في العالم يخدم آلة صغيرة هاتف أو سيارة أو ثلاجة وذلك ويجعل لها ماذا؟ مرشد كتالوج معها يعني. إحنا كذلك الله تعالى خلقنا وأعطانا لنا مرشدا، هذا المرشد يعني ربحنا الوقت، يعني ربحنا الوقت في الحياة ما بقاش نبحثوا عن الحقيقة ونبقوا نبحثوا على بالعقلنا قدر تضيع في نفس الطريق. الله تعالى أعطاك عقلا وأعطاك وحيا وتمشي بينهما وتصل إلى الحق إن شاء الله عز وجل. هو يقول في واحد الحكم الصينية يقول لك الذكي هو الذي يتعلم من أخطائه والحكيم هو الذي يتعلم من أخطاء الآخرين. ربي سبحانه سمى القرآن بالحكمة لأنه فيه جميع أخطاء الأمم السابقة والأشخاص. صحيح. فمش محتاج أنك تغلط كل الغلطات هذه وتجي على آخر عمرك باش توصل إلى حكمة واحدة، فجمع لك الحكم كل حتى بعض لو سمحت يعني حتى بعض لا أدري إذا كان في علم النفس أو علم أنه بعض الفلاسفة ممكن حتى قبل نهاية حياته يعني يدرك أن هناك حياة أخرى. نعم. حياة أخرى بعقله يعني تأمل في الكون فوجد يعني هناك الذكر والأنثى الليل والنهار، وجد الحق والباطل، وجد يعني هناك ثنائية في الكون. فقال ما دام كل شيء فيه ثنائية وهذا مصداق لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. لماذا؟ حتى تبقى الوحدانية لله عز وجل، الله تعالى واحد لا شريك له. فقال لما يعني كان لكل شيء زوجين معنى هذه حياة أولى هناك حياة ثانية. تختلف عن الأولى هذه بطبيعة الحال يعني في وضعها في يعني قواعي بقوانينها وغير ذلك يعني. فبعقله بعد مدة ونحن في أول حالة نشهده نعرف أن هناك حياة ثانية ونربح الوقت نعمل لها بإذن الله عز وجل. لكن سؤال أخير. نعم. هو ملاحظة لأقولها وكأنه الدكتور ورانا في العيد، لكن هو يقول لي أنت ضيعت بزاف وقت باش تفهم النفس البشرية في علم النفس. أنا راح مباشرة المصدر وهذا خاطئ تماما. لماذا؟ لأنه أنا كي كنت نقرأ في علم النفس ما توقفتش على المطالعات الشرعية، لكن قلت أنا كاين جمود في جامعاتنا فيما يخص تدريس الشريعة. حتى تدخل عام ولا عامين وانت تحس جمود. انا نعرف طلبه وحتى الزوجه نتاعي قرات شريعه عام ولا عامين وبدلت الاختصاص لانه كاين جمود. كما الحديث هذيك اللي صارت في الازهر، هذاك اللي دخل في الاسلام وراح يقرا في الازهر ضرب قيل 6 سنين هو يقرا في الطهور والماء الطاهر وما هكذا، قال بزاف عليا 6 سنين. راح عند هذاك الشيخ قال له الماء اللي تقدر تشربه وتقدر توضى به، عطى له حل بسيط جدا باش يهدوا. انا نحكيوا على المناهج اللي تقدم. انا حسيت هذاك الوقت بالك راني غلط، لكن حسيت باللي ما يقدم في الجامعه شويه ثقيل على عقلي. امر هذا الاول. الامر الثاني كان خطا في فهم علم النفس. علم النفس ماشي حقائق فلسفيه وجوديه قالها لنا القران الكريم والسنه مباشره نروح القران الكريم ما نقراوش علم النفس. لا علم النفس كاين تجارب حقيقيه. نعم. علاش الناس يحبوا مثلا ياكلوا المقروط وما يحبوش ياكلوا هادي؟ ما تعدو تجارب معمليه حقيقيه. علاش الناس العسكري هذاك يقدر يشد مده طويله في الجبال لكن كي تدي الصحراء ما يقدرش يشد؟
فانت علم النفس ما نظنوش باللي هو كاين شق فلسفي حقيقة، لكن كاين تجريب حقيقي في فهم النفس. فكرة بس لو سمحت يعني اليوم يوم عيد ان شاء الله عز وجل. لا لا هذه بس انا وش حسيت، ما انت حسيت وكانه انا نحكيه على انا رحت للمصدر مباشره. نعم. لكن نحكيه على الفلاسفه. لا لا هما يتكاملان لكن انا وش حبيت نقول باللي انا حكيت على الجمود اللي ظنيت ذاك الوقت باللي كان جمود، بالك ما كانش جمود لانه تكت قبلي في الشريعه في الكليه اصول الدين، انا حسيت هذا كشب. الامر الثاني انه علم النفس صح كاين ديناميكيه كاين حيويه في دراسه النفس البشريه حاليا، لكن في الجامعات استاذ كريم لابد من ضبط مواهي المصطلحات، يعني ما معنى الجمود وما انواع الجمود وايش طب الجمود. انا مديت مثال الشيخ انا في العيد مديت مثال الاتجاه المعاكس. لا ابدا انا ما تمنيتش ندخل في هذا التداخل. نعم. هو التكامل لماذا؟ لانه شو كاين امر ثاني مهم جدا باش انا نضبط بها هذه باش ما ندخلوش في النقاش الشخصي. الامر انا شخصيا واش كنت نحس الفكره تاع ابن القيم واش قال؟ قال خاطب اهل الدنيا بدنياهم باش ندوم الاخره نتاعهم. معناتها انا بانت لي باللي الخطاب هذاك الوقت انا كشاب ما باش بالك اني غلط، بانت لي باللي هذاك التوجه لعلم النفس راح يخلي الناس يقنعوا باللي هاني جيت لعندكم ودرت مسابقه على الماجستير وتحصلت على المرتبه الاولى في المسابقه بين العشرة الاوائل وانا انسان مدين وما فارقش ديني وما رحتش الشبهات هذه. بالضبط هذه هي ما تدخلوا لهذوك. هو نفس هو استاذ هو نفس التحدي اللي عشناه كامل اربعاتنا كنا دخلنا للجامعه. نحن في الطب بالعكس سي اكثر تطرفا. نعم. فهمت من علم النفس. ولكن انك تحافظ على الانتماء نتاعك وانك تقنع بانه المنهج للقران السنه النبويه هو احسن شيء، وراح تمشي العلوم وتتطور ويتطور البشر ويرجعوا لأنه هذا المنهج هو الأساس. بالعكس هو الفكرتين تخرجان من نفس المشكات وتصبان في نفس المنبع. يأخذان بارك مصاري مختلفين ورانا في يوم عيد ما تفسد. دوك نعطي لك بقروط على دي شيخنا وخلاص نحبس نعطي لك وش بدي تأكل هنا دوك هاديك ولا هاديك بس نصفاو. طيب صافي إن شاء الله عز وجل. فقط عشرنا في حلقة من الحلقات السابقة في مسألة التخصص في العلوم والفنون في الجامعات. نعم. بقدر ما كانت لها امتيازات بقدر ما لها كذلك من سلبيات. خلاص. هذه معروف هذه ممكن حتى في الشريعة لدينا تخصصات. عندنا أربع أقسام في الشريعة: قسم حضارة، قسم الفقه والشريعة والقانون، قسم اللغات، قسم العقائد. لعل بعض الطلبة في قسم الأقسام يجهل أشياء في الشريعة في قسم آخر يعني بطبيعة الحال. نعم. ناهيك عن مدى علم النفس وعلم علوم الصحة والتغذية أو علم الطبع. نعم. وبالتالي دخول يعني منهج التعليم في الجامعات بهذه الصيغة التخصص يعني في يوم ما سيأتي الطبيب يعني يعرف في مثلا طب العيون فيها تخصصات يعني يعرف فقط شيء معين فقط. نعم. ولا يستقيم يكون طبيب يعرف هو شيء جميل ولكن وبقية الجسم الواقعة يسموه تراكب الإنسان هذا فيها روح فيها نفس فيها صحة فيها مجتمع فيها يعني فيها مادة فوق أرض عنده زمن. هذه التفاعلية إذا أصحاب الشريعة وأصحاب العلم النفس أو القانون نجيب قانوني قل كل شيء بالقانون، هذه الحصائية قانونية وهذا الاعتماد تحت القانون قانونية ويتكلم بالقانون كل شيء قانون. نجيب علم الصحة قل الإنسان بدون صحة كش ما يخدم، ثم تاع التجارة قل الدنيا كلها تجارة وتاع الشريعة قل الدنيا كلها حلال وحرام. حقيقة كل متداخل هكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهمنا الدين. يعني كان نفس الصلم كان يحبو مع الحسن والحسين ثم يرسل إلى ملك الروم ثم يفصل بين الزوج وزوجه في عقل كبيرة. كانت تراكمية كان شيء تدافع في الحياة. نعم. ليس هناك قد تخصق على هذا العام قرر علم نفس تخفو أو علم كذا وتخفو لا كان شيء يمشي يسري كاملا. وهذه هذا مقتضى الخلافة إنسان يعني يبني توازنه في الحياة يهتم بصحته بطبيعة الحال وبعقله ويهتم بماله لنفسك عليك حق ولمالك عليك حق هذا التوازن في بناء الشخصية. نعم. جانب نفسي عنده رابطة الجأش عنده الكلمة يهتم بصحته يهتم بأسرته يهتم بماله يهتم بالشأن العام في بلده يهتم. نعم. وهذا الشيء كل شيء يترك الإنسان يعيش حياة متكاملة. نعم. أما إذا بنينا فهمنا للحياة أو للحق المطلق أنه في تخصصي هنا هذا عين الفاسد طبعا. الله تعالى على عود الاستاذ يا كان لا استاذ نوار دكتور
صح عيدك كل عام انت بخير. عيدك مبارك كل عام انت بخير وجميع الأمة الإسلامية. دكتور كان يتكلم أستاذ على الشأن العام، درت تخصص طب جراحة عظام، تخصص في جراحة اليد، لكن الجلسة اللي درناها كانت تحكي على القطاع الصحة بصفة عامة والمشكلة وأهم المغالطات الموجودة. أستاذ كيفاش عادة خاصة الأطباء، خاصة الأطباء في الجزائر يغرق في التخصص وفي الكابيني ولا يغلق في المستشفى وينسى الشأن العام في قطاعه أو ينسى الشأن العام في البلاد، ما الدافع الحقيقي ولا الدافع اللي ترك حسيته ولا اللي حركك مش اهتميت بهذا الموضوع بديت تبحث فيه لجمعت فريق يخدم معك في هذا الأمر؟ هذه حاب نشرحها نحكي عليها شوي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحبه وسلم. بعد العناية الروحية والنفسية النفسية تبقى كذلك في مجال الصحة نفس المجال، الرعاية الصحية كنشوفوها على المستوى الدولة راح تتكفل بمواطنين وشعب اللي راحين هما يصنعوا الحضارة، يصنعوا التطور، يصنعوا. إذن قطاع الصحة قطاع مهم، وحنا يا راك على بالك دخلنا في الدراسة تاع العلوم الطبية، دخلنا مبكرا للمستشفيات، معناها كبرنا في هذا القطاع، كبرنا في الأروقة تاع المستشفيات، ونشوفوا المشاكل الموجودة ونعرفوها وعشناها، ونشوفوا المعاناة كذلك تاع المواطن في النظام الصحي الجزائري مثلا. هذا مع الوقت ومع الممارسة، يعني أنني شفت القطاع العام وشفت القطاع الخاص وشفت أنظمة صحية بسفرت على التكوين وإلى عدة دول في قارات الخمس، وشفت الأنظمة الصحية بتنوعها، وشفت نقاط القوة ونقاط الضعف. هذا خلاني أني نفكر علاش ما نخدموش وعلاش ما نفكروش لتحسين المنظومة تاعنا بخصوصياتنا، خصوصياتنا الاجتماعية، بخصوصياتنا السياسية، بخصوصياتنا الاقتصادية والمالية. وعلاش ما نفكروش احنا ابناء القطاع نشاركوها، مش احنا، لانه لازم نعرفوا انه كاين متخصصين، كاين تخصص في مجال اصلاح الانظمة الصحية. احنا الدور تاعنا نقدروا نشاركوا، نقدروا نعطوا معلومات عن الواقع اللي عايش، نقدروا نمدوا حلول عن في الخاصه بالمجتمع نتاعنا. لكن دكتور اسمح لي قطعتك، وعلاش ما بقيتش في الكابيني تاعك تخدم؟ كاين كثير من الناس يقولك انا واش دخلني اصلا، السياسه هذه تضعها وزاره الصحه، وعلاش انا نروح نبحث وندير، يعني وشو الدافع؟ يعني شوف، حقيقه الدافع هو انه رانا نشوفوا باللي جمود كبير، كاين حاجة متوقفة ومحبش تنطلق، ورانا عايشينها في 30 سنة في قطاع الصحة ما تغير حتى شيء، هذه حقيقة، وكأنه تغيير غير ممكن. جيد. إذن احنا على الأقل نشاركوا في التفكير والتنظير حتى نسيو نلقاو حلول ونساعدوا، حلول عملية، موش برك أفكار وخلاص، حلول عملية اللي تخلي المنظومة نتاعنا في بلادنا تكون منظومة أولا فعالة، اللي تقدم منتوج صحي للمواطن يكون ده مستوى عالي، وثانيا ولما لا تكون عندنا ريادة دولية ولا إقليمية في بعض التخصصات. ممتاز ممتاز. أستاذ فوت، سؤال أخير باش نختموا به الحلقة. شاهدت البرنامج، كاين فيدباك مليح من عند المشاهدين وبعض النقد، ويعجبنا النقد، لكن أنا حبيت رأيك، هل من مقترحات أو أفكار لعل البرنامج يتطور أكثر إذا وفقنا ربي وخلانا من أهل الحياة للمواسم الأخرى؟ وشي الحاجة اللي تشوف أنه كان لازم نركز عليها أكثر؟
انا واش نقول لك باش نكون صادق معك، الفكره تاع صانع الحضاره بحد ذاتها فكره ملهمه لاي شاب راه يسمع فينا الان. لماذا؟ لانه قلنا في احدى الحصص، قلنا بالخلافه الاسلاميه عندها 100 سنه فقط، الخلافه العثمانيه، معناتها احنا قادرين نعاودوا نبنيو من جديد. ما نقولوش الخلافه بنفس الصوره اللي كانت زمان، لكن نقدروا نعاودوا نبنيو الحضاره بالمستويات متعدده. على هذيك انت وكانك درت يدك على الجرح، ولا راك على ثغر من ثغور الاسلام الحقيقيه. انه الشاب اللي راه يسمع فينا الان يفهم باللي هو كمسلم يثق في نفسه، واللي قادر يدير الحضاره كما راه دايرها المدنيه. ما نقدروش وكان نشرحوها كما قال الاستاذ، تحديد المصطلحات ما نقدروش حتى نسموها حضاره غربيه، نقدروا نقولوا مدنيه تطور، كما راهم خاوتنا في الخليج راح يديروا ناطحه السحاب يقول لك عندي حضاره، وعنده مدنيه وخدمات ترفيهيه فقط. الحضاره احمق. الاسلام كي يتحدث على الحضاره، ولا مالك بن نبي يتحدث على الحضاره، ولا مفكرين تاعنا اسلاميين يتحدثوا على الحضاره، الامر اعمق. على هذيك انا نقول ربي يبارك لك في صحتك باش تطول هذا المشروع وتزيد دير ناس خبراء. كما قال دوك الدكتور بارك الله فيه، قال بلي كاين واحد نفساني، واحد مختص في الشريعه، واحد مختص في الصحه، ان شاء الله يكون ناس مختصين في امور واحده اخرى، اختراعات باش الشاب اللي راه يسمع فينا. لانه اي حضاره تبنى على اكتاف الشباب، هذاك الشاب يدير ثقه في روحه ويبدا يدير مشاريعه المستقبليه. هذا واش نقولوا. والعيد هي مناسبه برك، باش قلت لي اخر كلمه، نقول بلي العيد هي مناسبه للفرح. اياك انا هذه لازم نقولها في العيد، لانه دائما نشوف هذوك الناس اللي يروحوا القبور يبكي، وانا عندي بابا ميت ويما ميتة. لكن عبوديه يوم العيد هي الفرح. ما هو التقوى؟ التقوى انه ربي يلقاك وين قال لك، وين امرك، وما يلقاكش وين نهاك. هذه العبوديه، معناتها النهار اللي قال لك تفرح تفرح، هذه انت كي يقول لك فرح، الوجوب تاع ذاك الوقت هو الفرح ماشي البكاء. والبكاء عنده وقته، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله، معناتها في هذيك اللحظه، وعين سهرت خاوتنا اللي راهم على الحدود، ولا الجيش تاعنا اللي يسهر على الامن تاع البلاد، هذاك عين ربي يحفظها يوم القيامه. لكن وقت العيد هو وقت فرح ماشي وقت ناكد. ما تقوليش انايا، وكاين بعض مثلا في تراثنا الاسلامي كاين بزاف التسويق لهذيك الفكره باللي ما على باليش الا ربي يغفر لي ولا ما. احسن ظن بالله، احسن ظنك بالله، يوم فرح، يوم بهجه، اكرموا الاطفال، اسعدوهم، تضاملوا مع خاوتكم الفقراء. نقول الفقراء لانه الامر مؤلم، كاين ناس جيراننا ماشي سامعين بهم وما محتاجين، وقد سامحونا قدر المستطاع. اي واحد ما قدرش يكسي ولاده ولا ربي يكون معاه. والجمعيات الخيريه خاصه انه الاستاذ الدكتور معايا اللي هنا هو نشط جمعوي، ربي يجازيهم الجمعيات اللي راهم يشطوا في هذا المجال، لانه الفقراء في حاجه في العيد باش نوقفوا معاهم. ما ننساش تن خاوتنا في فلسطين لانهم يعانيوا، اي مسلم في اي بقعه من بقاع الارض، قولوا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، كل عام والفرحه تعود عليكم بالرغم المآسي تاعنا. بصح لا غالب، العبودية اليوم هي عبودية الفرح ماشي عبودية البكاء، ماشي عبودية النكد، لأنه احنا جزنا على مرحلة عبادة اللي هو شهر رمضان، والآن ندو الجائزة تاعنا، وعندنا الظن في الله باللي ربي يغفر لنا ويعتق رقابنا من النار. هذا واش نقول في الأخير. فقط نقول ربي يفك الأسر دعاتنا اللي راهم في السجون ولا معتقلات، نذكر الشيخ حزم أبو إسماعيل ولا عبد العزيز الطريفي ولا إبراهيم السكران ولا أي داعية راه مظلوم، ربي يفك سراحه في هذا العيد. آمين إن شاء الله. دكتور نوارة، تقريبا نفس السؤال، أفكار وش تطمح نديرو المرة القادمة إذا كان أنت تشوف، إذا خلانا ربي من أهل الحياة ووفقنا إن شاء الله، لأنه كل شيء بتوفيق ربي سبحانه، واش تشوف نقدر نديره خاصة في المجال اللي راك فيه، أو أفكار أخرى أنا ماذا بي. هي في الحصة هذه تكلمنا على عموما على قطاع الصحة والمنظومات الصحية، لكن في عدة محاور اللي فيها تفاصيل وفيها دراسات وبأرقام، حتى نكملوا هذا العمل، حتى يكون عمل شامل وعمل نقدروا نعطوا صورة تفصيلية وعملية اللي تخلي المنظومة هذه تقدر تتقدم وتتطور. يعني معناها نقدروا نديروا حصص تتكلم على المحاور هذه حتى نوصلوا ونربطوا مع 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 مجالات مجالات أخرى. مجالات أخرى مثلا الآن الصحة فيها تأثير، عندنا تأثير كبير التغذية على الصحة. نعم الصحة العقلية هو محور كبير من منظومة سياسية صحية.
نعم العقلية والنفسية. العقلية والنفسية مثلا عندنا التغيرات المناخية. نعم. التغيرات المناخية اللي ما يحسبش الآن للتغيرات المناخية ما راهوش يحسب ما عندوش رؤية استراتيجية الآن. نتكلم في القطاع في الموضوع اللي نتكلم فيه يعني الموضوع الصحة، يعني نقدر نربطوها هكذا مع كل القطاعات اللي تقدر تأثر في هذا المنظومة. هو الغاية من خاصة الجلسة اللي درتها معك انت بالذات، هي الغاية حبيت نبث عدة رسائل، لكن أهم رسالة حاب نبثها للنخب المثقفين والدكاترة والأساتذة والناس اللي راهي في الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات، بركاو ما تبكيو على الواقع ولا أو بلادنا فيها والمشاكل، عن بالنا كل عايشين في الواقع، لكن يجب أن نخرج لوضع مقترحات، تحليل علمي للمشكلات، بدل أن تكون أنت جزء من المشكلة لازم تصبح جزء من الحل، لأنه لما يكون الناس تطرح في الحل سيكون هناك ضغط إيجابي للتغيير نحو الأحسن. أستاذنا خليناك مسك الختام، الله يبارك فيك أستاذنا. شغل جماعة الشارع لازم تتعامل معهم بحذر، رسينه يعطيك كش حديث هكذا يعطيك. وش تحب أستاذنا أفاق نتكلم عليها، خاصة لما أنا عرفت تكلمت مع أخونا أمين تكلمني على علم المواقيت وفصل لي في الموضوع، من بعد جلست معك حسيت بأنه كاين أشياء كبيرة رانا مضيعينها وقاعدة تضيع وشبابنا ماهوش جايب خبر. نقولش الشباب برك، المجتمع ماهوش جايب خبر. فإذا عندك أستاذ تشوف لازم كيفاش نقدروا البرنامج نطوروه، أو مقترحات في السنة أو مقترحات قادمة. طيب بالنسبة للسؤال الأول، قبل هذا السؤال الأول نجاوب على سؤال تقدم به الأستاذ في صانع الحضارة كمشروع. يعني إذا نظرنا إلى صانع الحضارة هو الوحي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 هجرة، 11 هجري، 30 سنة إلى 40 هجري كانت خلافة الراشدة، يعني تم تأسيس يعني الدولة المسلمة الأولى بقواعدها وأصولها ومقوماتها. النموذج الذهبي. بعد 40 بدأت الدولة الأموية. مع بدايتها تفتحت العقول بالعلوم. تصور يعني كأن الحضارة عمليا نعم تأسست. 30 سنة الإنسان هز رأسه رفع حاله، استقامت الحال للأمة الإسلامية العربية آنذاك، يعني إحنا نقول مسلمين يعني في ظرف وجيه 30 سنة. ما في سبب هذا في بداية حضارة من الصفر، نعم، من الصحراء والإبل إلى سواري الفرس والروم والرسائل وغير ذلك، دو قوة عظمى في العالم بالحق بالحق والنور. وكثير من الدول أو الأمم وكثير من القبائل كانوا ينتظرون هذا الوحي، عجبهم الحال ان السرقه حرام والزينه حرام والقتل حرام، عجبهم لان وافقت فطره النفس، وافقت المجتمع حجميه انه تحن على المسكين وتحن على كذا وتنمي مالك، والملك محمد دمك معصوم ومالك معصوم. ف بدايه حضارتك في الظرف وجيز، معناه لا يعسر علينا ان ننطلق في فتره وجيزه، فقط خذ بالاسباب، تاخذ بالاسباب. رب سبحانه قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. سحرة فرعون آمنوا فصلبوا، أين نصرهم؟ أين هو نصر اللي سحرت فرعون؟ هو مؤمن آل فرعون اللي من بعد آمن هي آسيا. لا أقصد السحرة، السحرة بالذات، سحرة فرعون رب نصرهم ولكن لم يروا، آمنوا صلبوا. يقول العلماء نصرهم هو ثباته مع الحق إلى الممات. احنا هدفنا اننا نثبت على بناء الحضاره، نثبت على بناء التربيه، بناء المجتمع، بناء الحياه. لا يهمنا ان نصل الى نهايه الطريق، يهمنا ان نموت على الطريق الحق. وبالتالي لما كانت الحضاره هذه بدايته بهذه الصوره هذه، انسان عرف نفسه وعرف مجتمعه وعرف كتاب ربه، عرف الواقع، عرف الكون، عرف الوقت، ادرك الطريق سريعا، الحق الطريق مشافه. لما ماذا تركت الأسباب، سقوط الغرناطة وبغداد والتتار وغير ذلك، تركوا أسباب المقومات الحياة ومقومات النصر، نزلوا. السنن الكونية لا تتبدل، لا تتغير، الله تعالى لا يحاب إنسانا،
هناك الصح التوحيد والكفر، التوحيد والشرك، هناك العدل والظلم كذلك في الحياة. ينبغي أن ينظر بهذه الزاوية كذلك يعني. وبالتالي إنسان يراعي في نفس الوقت يفكر كما يقولوا بروسيسور تاعه يصل العقل تاعه في الخروج من المأزق، يعني أسباب الانتكاسة والنقص يعني والسقوط الحر، ويستصحب معهم هذا أسباب البناء في نفس الوقت حتى يستعد لبناء يعني جديد، ويحذر ماذا من البناء من 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 الانحطاط كذلك يعني. صح، ما جاوبتنيش على سؤالي. السؤال الثاني هذا لابد أن أقول بموضوع صانع الحضارة. من أهم ما أنجبته الحضارة الإسلامية هو علوم كثيرة هي الآن مطموسة أو يعني غائبة في مخطوطات، أو بينها علم الميقات هذا أو علم المواقيت، هو جزء هو له علاقة بعلم الهيئة وعلم الفلك وغير ذلك يعني. وحتى الآن الدول المتطورة كأنها انطلقت من هذا العلم في ماذا في غزو الفضاء، هذه الساتيليت هذو يا الأقمار الصناعية والحركة الملاحية الجوية والبحرية وغير ذلك، كلها مبنية على قواعد رياضية فلكية تضبط يعني حركة اليوم والليلة وحركة الساعة وغير ذلك يعني. فعلوم كثيرة بين هذا العلم هذا يعني كان موجودا عند علماء قديما، ولا يزال موجود عند العديد من دول يعني الإسلام يعني. فاهتمام اليوم إعادة إلى بعث إلى بعث من جديد. عندنا علماء في الفلك، لدينا مراجع مخطوطات العشرات والمئات من المخطوطات في الجانب، عندنا مركز البحث، عندنا جامعات، عندنا كذا. وهذا العلم كأنه وضعية كما قلنا من قبل يعني كأنه وضعية إدماجية، معنى في علم الفلك أو علم الميقات راح يجمع التاريخ والجغرافيا والرياضيات، ويجمع يعني مباحث يعني عديدة في فن واحد يعني. أصبح هناك تفاعلية في التعلم يعني، يعرف المسافات، يعرف يضبط بعدي الزمن والمكان كما ذكرنا من قبل يعني. فكان هذا العلم إضافة إلى أن هذا العلم الميقات وذلك يعيد الإنسان ماذا إلى التأمل في الكون، إلى يعني ينظر إلى عظمة الكون هذا، فيكسب ماذا؟ يكسب ماذا؟ الإيمان. لأن عظمة المخلوق أو عظمة الخالق من عظمة المخلوق. هذا الشيء الإنسان يشوف سيارة يتعجب، سيارة أو هاتف يقول سبحان الله أي عقل صنعه، وما تتعجبش أي عقل أي خالق صنع هذا العقل هذا يعني، كيف تعجب من هذا وتتعجب من ذاك يعني. فهذا العلم هذا أقل ما يقال أنه يدعوك إلى مدى التدبر والتفكر في خلق الله عز وجل والتمعن. قل سيروا في الأرض فانظروا، يخليك ترتبط هذه السماوات وهذه السحور وهذه العظيمة الغريبة يعني. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families, they gather and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart, Eid al-Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid al-Mubarak, come on, let's celebrate. Eid al-Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid al-Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. أحيي جميع الإخوة والأقارب والأصدقاء والزملاء والشعب الجزائري أجمع والأمة الإسلامية جمعاء في ذلك هذه المناسبة الطيبة. أسأل الله تعالى أن يعيده بنا بالأمن والأمان والسلامة في الله عز وجل.
celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. خير, شكرا للأساتذة الذين صنعوا هذا البرنامج, هذا توفيق ربي سبحانه, معنا حتى فضل فيه, ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا لشيء أكبر. رسالتنا في النهاية هي للشباب أنه اعتزوا بما تملكون, شد في القرآن الكريم, شد في السنة النبوية المطهرة, أحكم فيها بالنواجذ, هكذا بالنواجذ, نعم, عضوا عليها بالنواجذ, هذه هي الحكمة, حتى ولو كنت لم تدرك الأبعاد كامل. قوتنا في الإسلام, ولن نصنع الحضارة إلا بالإسلام, وإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فاخدم بلادك, وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا يكون عندنا عمل أحسن من هذا, يوصل رسالة أقوى بشكل أعمق وأكثر تطبيقا. وعيدكم مبارك للأهل, للعائلة, للزملاء, للأصدقاء, أبناء الحي, وللجزائريين كامل, وللأمة الإسلامية كامل, كل عام وانتم بخير, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you.